مقابل 7. وبعد انتهاء الوقت القانوني للمباراة والشوطين الإضافيين لتمنح ضربات الجزاء التفوق للمنتخب الزامبي الذي يعد مفاجأة هذه السنة، هذه النسخة بامتياز. والآن نترككم مشاهدينا مع مراسم تتويج المنتخب الزامبي بكأس إفريقيا 2012 بعد فوزه على حساب منتخب الكوت ديفوار قبل قليل بالضربة الترجيحية 8-7. نعود إلى معلق قناة الرياضية سفيان الرشيدي. سنعيش معكم مراسم الاحتفال بتتويج المنتخب الزامبي بكأس إفريقيا. النسخة 28 للقب الغالي، اللقب الإفريقي يعود للمنتخب الزامبي بتشكيل ضم نجوما ستبقى خالدة: إيزاك تشانسا، إيتشاني إيموندي، راينفورد كالابا، كريستوفر كاتونغو، تشيسام بالونغو، إيمانويل مايوكا، جوزيف موسوندا، كينيدي بويني، ديفيس نكوسو، ناتان سينكالا، ستوبيلا سونزو، جيمس جامانغا، تشينتو، تشيفوتا، كاليلو، كانغوا، كاسوندي، فيليكس كاتونغو، بيسوما، مولينغا، ساكواوا وتيتيما. تغلبوا على رفاق ديدييه دروغبا الذي سيعيش اليوم ليلة حزينة، ليلة حزينة له شخصيا ولكل الإيفواريين بعدما ضاع اللقب مرة أخرى بضربة ترجيحية بعد العام 2006. ديدييه دروغبا كانت لديه إمكانية لحسم الأمور في الوقت الأصلي من المباراة، لكنه أضاع ضربة ترجيحية مواساة العميد ديدييه دروغبا من طرف القادة وزعماء الدول ممن يشرفون هذا الحفل النهائي لكأس إفريقيا. منتخب زامبيا طموح بقيادة مدرب طموح وإيرفي رونار، كما قلت إيرفي رونار الذي تقدم بطلب تدريب مجموعة من الأندية بصفة بالبطولة الفرنسية لكنه طلبه قبل بالرفض. اليوم أصبح عملة نادرة تترصدها مجموعة من كبريات الأندية على مستوى العالم وكذا المنتخبات الوطنية. إيرفي رونار الساحر الأبيض صانع أحلام الزامبيين اليوم يقود منتخب زامبيا للفوز بلقب كأس إفريقيا. ولا أحد كان مرشح منتخب زامبيا للفوز بلقب كأس إفريقيا بمن فيهم الزامبيين، يعني حتى أي مواطن زامبي لم يكن يتوقع هذا المشوار المميز للمنتخب الزامبي في كأس إفريقيا والفوز باللقب. لحظات حزينة للمنتخب الإيفواري لديدييه دروغبا وسالومون كالو ويايا توري، دموع أكيد أنها ستدخل التاريخ لأفضل لاعب في إفريقيا. يايا توري حزين لتضييع اللقب، لم يعد أمامه سوى فرصة الفوز بالبريمير ليج مع المان سيتي في صراع ثنائي مع المان يونايتد بالدوري الإنجليزي الممتاز. هذا مسؤولو الكوت ديفوار كبار المسؤولين ممن يشرفون هذا المجمع الإفريقي، هذا النهائي يضمدون جراح أبناء المدرب فرانسوا زاوي بحضور رئيس علي بونغو، جوزيف بلاتر رئيس الكونفدرالية الإفريقية عيسى حياتو، حضور أيضا ميشيل بلاتيني ومجموعة من كبار الشخصيات الرياضية. لحظات قليلة ويتم تتويج المنتخب الزامبي بلقب كأس إفريقيا، علما أن المركز الثالث للمسابقة عاد للمنتخب المالي مع فرنسي آخر وألان جيريس، وبالتالي نجاح على أعلى مستوى للمدربين الفرنسيين في كأس إفريقيا بعدما كان تفوق مصريا لحسن شحاتة في الثلاث نسخ الماضية: حسن شحاتة عام 2006، حسن شحاتة عام 2008، حسن شحاتة عام 2010. اليوم من يخلف حسن شحاتة هو الفرنسي إيرفي رونار. لحظات تاريخية عشنا جميعا، عشنا النهائي جميعا على أعصابنا. فرانسوا زاوي يضيع اللقب، هذا رجل وهشام العمراني الكاتب العام للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، المسير المغربي الذي تسلق الدرجات ليتقلد هذا المنصب المهم، لقب منصب كاتب عام
للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم هشام العمراني يحضر ليترأس مراسيم تتويج الفريق الفائز بعدما ترأس مراسيم قرعة كأس أمم إفريقيا التي أوقعت زامبيا في مجموعة تمت واحد من كبار المرشحين والمنتخب السنغالي والبلد المنظم أيضا غينيا الاستوائية، لكنه في الأخير حصد كل النقاط الإيجابية ويصل للمباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا. كينيدي مويني ونيامبي مولينغا هذا الرقم 6 دافيد سنكوسو، هذا الرقم 13 ستوبيلا سونزو الذي سجل الضربة الترجيحية الأخيرة وتوج زامبيا بطلة لكأس أمم إفريقيا. يتغنون بهذا اللقب الغالي، هو يوم تاريخي. كالو شامبو يا سعيد النجم السابق لكرة القدم الزامبية، الناجي الوحيد من حادث تحطم الطائرة من أصل 18 فرد من لاعبي المنتخب الزامبي وحتى منتخب السيدات كان ضمن الرحلة. اليوم يعود منتخب زامبيا للتصالح مع الذات ومع التاريخ بقيادة الرجل إير فيرونار ليصل لتحقيق اللقب الغالي، لقب كأس أمم إفريقيا. لحظات ستدون بأقلام من ذهب، بأقلام من ذهب للرصاصات النحاسية. تشيبولوبولوس تشيبولوبولوس منتخب زامبيا يحقق لقب كأس أمم إفريقيا. فيليكس كاتونغو دخوله كان إيجابيا، حتى الكوتشينغ من طرف إير فيرونار كان مميز. إن ميموري وبلين أتهم يخلدون الذكرى في نفس المكان الذي تحطمت فيها الطائرة. اليوم هنا بليبرفيل الزامبيون يؤدون دينا عمره 19 سنة لمن توفوا ولمن لقوا حتفهم في حادث تحطم الطائرة التابعة للخطوط الزامبية على شواطئ ليبرفيل. لحظات تاريخية، مراسيم تتويج المنتخب الزامبي بلقب كأس أمم إفريقيا. عيسى حياتو رئيس الكونفدرالية الإفريقية يوشح أبطال القارة في انتظار بطل آخر بعد 11 شهر بالتمام والكمال. هي رسالة للجميع هنا بالمغرب للعمل على تحضير منتخب قوي والاستفادة من أخطاء النسخة الحالية لكأس أمم إفريقيا للتتويج للمرة الثانية، لأن الإصرار والطموح والعمل الجاد هو من يصل بالمنتخبات للفوز بلقب كأس أمم إفريقيا وليس الأسماء الكبيرة والنجوم. للأمانة إير فيرونار المدرب المغمور، إير فيرونار بطل إفريقيا بعدما وصل لدور الربع النهائي في النسخة السابقة. احتفال كبير بهذا اللقب. كريستوفر كاتونغو بعدما حمل اللقب أحمد حسن العام 2010، كريستوفر كاتونغو في لحظة تاريخية سيحمل كأس الأمم الإفريقية. كريستوفر كاتونغو المحترف بالدوري الصيني مع إيلان جيني يحمل لقب كأس أمم إفريقيا، لقب يعود لمنتخب زامبيا. منتخب زامبيا تشيبولوبولوس يفوز باللقب الغالي. رئيس غينيا الاستوائية ورئيس الغابون يمنحان لقب كأس أمم إفريقيا نظمت بشكل مشترك ما بين الغابون وغينيا الاستوائية لكريستوفر كاتونغو عميد منتخب زامبيا. هنيئا لزامبيا، ألف مبروك للمنتخب الزامبي وحظ موفق للإيفوارين. أعود لكم في بلاتو الأخبار بقناة الرياضية، ستستمر الاحتفالات أكيد بملعب الصداقة الصيني الغابوني. دمتم في رعاية الله. سفيان رشدي كنا مع مراسم تتويج المنتخب.